الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك وآتنا الحكمة واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تفسير قرآن فيروز درسي سطو تشلوسي سورة النور آياتي بنجاوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. أما يتبع من بسيد وكان ذاك منافق كان فردگار ده فرمیست سوین دیان دخوارت بخدای پروردگار جهد ایمانیم یعنی او پاری سویند او پاری سویند جهد ایمان کامی برا کنم یعنی سوینده که زور با تأکیدی و بما بسته و دیار بکه او سوینده دخورد مشرکه کان سوین دیان بلاد دخوارت بلاتو بعزاو و بتکان یا سوین دیان دخوارت بلام هر کاتک که ویسپان سوئند که زور دل نیا و تأکید به سوئدیان با خواهی گوره دخورد. جا زنان اند فرمون که سوئند که با خواهی گوره بوده او جهد ایمان بو. یعنی او پری سوئند خورد نیان بو. لسر چی سوئندیا خورد؟ لئن امرت هم لی خروجون. یعنی سوئندیا خورد. اگر تو فرمان من پیب کید، ای محمد علیه الصلاة والسلام بو درچون بو غزا جاری تر لگل با ریزت او ایما دردشین سویند به ایما لگل تو درچین بین بو غزا خواهی گرده فرمی قل لا تقسیمو پیان بلا سویند مخون سویند مخون طاعت معروفه یعنی جوی رایالی کرنی چی آسایی او باشتر لچی لا سویند خواردن نامی سویند خون سویند والله و بالله و تالله جاری تر ایما دردشین دین نا لو قرن في بس وين تفردن ناكا بلام طاعة معروف جيرالي كردن بجواني جيرالي بيغمبر بكان عليه الصلاة والسلام كاتكا فرمان تان بيدا كان أو باشترا نكس وين ديك دخون كا ناي جين جي و كاريشي بينا كان بخوتانو بدروش دين دروا إن الله خبير بما تعملون براستی پروردگار تواب شهر زای به وی که ایو دیکن لوش با نمونه که ایو با بدم سوین دخون جو رایالی بکن بلام لراستیش در لواقع ده و بکر دو جو رایالی نکن. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أي محمد عليه الصلاة والسلام بيان بفرمو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولا سرتان أيوة جرالي خواهي قوربكن وجرالي بيغمبربكن عليه الصلاة والسلام طبعا جرالي خدا بود بإما لقرآن دا تفرمانك من فكرة وبيكين وجريت وانا وتشتك من لقى دا غكرة والليد الكوينوة وجرالي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دواي وفاتي بجرالي كردني فرمودكاني دبت فإن تولوا أي كخلشي واش جرالي خدا بيغمبري نكرت ونو نك منافق كان نايكا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أو تنها أول سرشاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كحالي قرتوا لأمانتي شي تبلیغی رساله گیاندنی پیامکا او اله سره و ای وش علیکم ما حملتم یعنی کردنی او کارتان لسرکا ارکل سرتان اخرا و تسرشانتان او اخرا و تسستوتان سرشانتان او تان لسره ایما امتثال من لسره جرا علی کردن بقصه کردن من الله الرساله پیام لخواوی وعلى الرسول البلاغ في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام راجعين دني لسرة وعلينا الامتثال إيه مجلس سرمانة كجيب جيكين وجراء لي خواب في عمر كين كواتا أجر بيتو خلق جراء لينا كان
هیچ توانێک لەسەر پێغەمبەر نیە عەلەیهی سەلاتو و سەلام. بۆچی وما على الرسول إلا البلاغ المبين. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو و سەلام تەنها بەلاغێکی ڕوون و ئاشکرای لەسەرە، نەک لەسەری بێت کە خەڵکی جوالێ بکا بەزۆر ئیلا دەبێت گوێڕایەڵی فەرمانەکە بکەن. نەخێر، ڕاگەیاندنێکی ڕوون و ئاشکرا لەسەر پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام. باقی خەڵک خۆی مەسئولە لەوەی جێبەجێ دەکا یان نایکا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعندي سيشتي زور جرينجو جورا خاي بردقار بإيمان داراني داوا دفرميل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بردقار باليني داوا بوانيك إيماني هنا ولا إيوة وكردوي تاكيان كردوا وعدي سيشت أو سيشتا آواتي هم مسلمانيك يكم ليستخلفنهم في الأرض خواي بردقار دفرمي لسر زويدة يعني كم بخليفه ونشتجي كما استخلف الذين من قبلهم هل وكوچون أواني بيشوتير خلكاني بيشوتير لبنو إسرائيل خواهی پروردگار چون کردنی به خلیفه بۆ نمونە چون بنو اسرائیلی سرخست کردنی به میرادگری فرعون دارو دستکی فرعون دارو دستکی لابرد و لناوی بردن و موسی و بنو اسرائیلی سرخست به سریان ده هر وکو چون لوط علیه الصلاة والسلام خوی و اوانی ایماندار بون اوانی سرخست و اوانی تری لناو برد هر وکو چون نوح خوای گوره خوی و ایمان دارانی سرخست و قوم کافرکی لناو برد کواتا ام زویه پرودگار ده فرمه ایو دبنا نشتجی ایو دبنا میرادگری اما یکم شد وعدی یکم وعدی دوم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وكزويو توانو ده صلاتي شيان ده ديني لزويه لزويدا توانو دا صلاة حكمي شان دا ديني أو دينش يان بو هل دبجيرين أو دينش يان بو آسان دا كين كتياي اكا لسر أم زوية حكمي بيبكن وكاري بيبكن كخواي قورة رازي بولي كديني إسلاما باش كواتا يكم شد شي خواي قورة زويدا داتا ايوة دبنا ميراد قرو بالا دست دوهم يان و بو دینش که خوا راضی کرد و لی راضیه بو ایوا که دینی اسلامه و او دینش دان هبید یعنی اوش قانون و یاسای ولاتکات هم بید سی هم شد ولی بدلنهم من بعد خوفهم امنا ولی دوائی او ترسش که ایستا تیای دان بو تند گورتا و بچی با امن و آسایش ما شاء الله ولات ببیتی ایوا برنامو یاساتان اسلام بید و هیچ ترسیش دارن لسر نبیل آمان دارن. ادی او آواتی مسلمانانه که لزوی در جر دست نبین، آوان بالا دست بن. و هیچ قانون یا سایه چی پیچانه اسلام نکرده برنامه جیان اسلام بید. و که آوجبو بلام ای مترسی من نکه به تسر اوکاتا نه ولی بدلنهم بعد خوفیم امنا. دوای او ترسی که استاتی ایدن بویند گورم با امن و آسایشش. يعبدونني بشيوازك دم بارستن شريك بو بيدانا كان ومن كفر بعد ذلك اي كسي دواي او نعمتا كخوا امس يشتد بيبدا واش سبلبي برامبر خواي فرودقارو برامبر نعمتا كاني وكحكمو دا صلاة توانات كوت دست وامنو آسايشت في بخشرا واش تو لجياتي كاري بيبكي بإسلامو و فرمان بچاک و نهی لخرابه بکی دست که بس بی باور بونو و بی وفایی برانبر نعمتی خواهی گورا فا اولئک هم الفاسقون
خواهی گرده فرمی امانن چین که فاسقن و تا لطاعتی خواهی پردگار و لفرمانی خواهی گرده در چون اما آیت زور گرنگ برا کنم پیده اتره آیت الاستخلاف آیت الاستخلاف امرو هرچی احزابی اسلامی هی لسر روی زوی برسیاری لبکی امانجی ایو چیه امانجا کانی به هر شوازی تعبیری لبداتوا لمسه در ناشد یعنی دو جور هول های هولی کن لرگای چکداری و جهاد و تکوشانو برشا پرسیاری لبکا که هدفتان چیه؟ هدف من های وایا ولاتکا بدستی ایم بی وادلن نک بدستی چیه بی؟ بدستی علمانی کو بیدی نک بی باش بچه رگای که بوده چه بر رگای چک داری او اویتر که چوت ناو پرلمانو حلب جاردنو دنگدانو کاری سیاسی دکه ای ایو هدفتان چه هدف من اوی ام حکومتا یا لهر ولاتک چه بدستی اهل اسلام و بیت و قرآن حاکم بیت لسرزوی دا و هروها مسلمانان لترسو نارحتی دا نبن زور باش بچی دزدکی برا کانم امسی بچی دزدکه به پیدوه بدنگ دان خواهیر او سی وعده من بجه بجه که پیدوه با یعنی تون دو تیجی و تکفیر کردن و خوان رجی و کاولکاری خواهی برا امسی وعده دو بهنه تجه دلین تنها با دو شده تجه یکمیان خواهی برا فرمی وعد الله الذین چی آمنو دومیان چی وعمل الصالحات ایمانو کردوی چاک خلچی ایماندار بن و کردوی چاک بکن خواهی پردگار وعدی داو او سیشتیان بودکت وعدی داو لا اخلف الله المعاد که خلق ایمان نهینه وکو پیویست و کردوی چاک نکن وکو پیویست اگر لهزار انتخابات و حلب جاردن محاوله بکن والله خواهی گفر ام سیان نادادی نایدت. بوی برای کنم دبی اما کلیلی درجا کن بدوزین ما. کلیلی درجا کن خواهی گورا نشانی دهین. کلیلی درجای دسالات. کلیلی درجای حکمی خوا. کلیلی درجای امن و آسایش. هر سه چی بریتیلا آمن و عمل صالحات. بوی دعوی اهل سنت. تمرکز لسر چی دکات و بان خوازی اهل سنت. تركيز لسر أو سجت ذكات لسر أو دوشت ذكات وإيمان وكردوي شاك خلصينا إيمان داربن إيمانش با إيمانش التوحيدي به إيمانه كمان شركي تدانا به كردو كان من با كردوي شاك بن بجوري سنة رسول خوابن عليه الصلاة والسلام چون كتاوكو خلق نبيتا كسانيش إيمان داري باش وخاوني كردوي باش خواهي پروردگار أموعدانا ناي نتجه ومن جي بجي ناكات ناي بينيت بيت شوازك اگر بشرن آخر چون هر آوا دلیل سیری موسی بکن علیه الصلاة والسلام موسی لقل بنو اسرائیل چشته چیان کرد خواهی گورا کدنی به میرادگری زوی و دوشنکی بولن آوردن چیان کرد زحمان نبی حلب جادن یان کرد یا خود چون یعنی دست یان کرد به مفرزه چکداری یا لبا ورده ورده خریق بین جندگانی فرعون بکوچین نه موسی اوی به خالچی دوستی و یا قوم استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين خالچی نه تقوا دارون خالچی نه رول اخوابن صبرتان به داوی یارمتی لخوای گورب کن و نوجکان تام کن باش به همان شی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام لما كجر دستبو زول لنا راحتي دابو اي چون پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام يعني مدينه بنسيب كردو مدينه بو بدولت اسلام يعني كاتك هات مدينه ومدينه بو بدار الاسلام لجاتي او دار الكفر به مسلمان اند خاچي اندرا د صلاتي اندرا اسلام بو برنامجيان وروها لامان دابون و هو چی ود دستیان کرد؟ آیا چیان کرد؟ بس ایمان و کردوی چاک کلیلی
حرس وعدك بريتيا لإيمان وعمل صالح. إيمان وعمل صالح لأن دازي بيويست نبات خوي جورا أو سي وعدت بوجه بجناك هر شي بكي خوي جورا جي بجناك أو تا بو نمونا مثلا شوين نلم لولاتي خومان هل بجاردن داكريو تشي وشي أوانيك بحساب بو حكم إسلام وبو دعوة إسلام ديكن يعني لسطا تشن دي دنك دينن زور كم نسبة شي زور كم أي بيتنوا بم وضعاء بم حالة أو سيو عدد أسكبه لو منافسة ومن الملاني كرسي ذا نبا خوا دزناكيوت دزناكي براك أي شي بكين دلم أصلا جاري إيشكي إما أوني إما إيش بو كرسي بكين أواتي إما نبي أو بي إيش بو كرسي بكين إيش بو شي بكا بو أوبكا كخلق عقيدة باك بي إيماني راست ودروز بي وكردوي چاك بي كخلق وابو أو مرجي تيادة هاتا جي إذي باقي كي برهمك لا إيمان لا إخوة قبرها لا إخوة قبرها لا من تونيا بشايستة وأهل من بزانه أو سيمان بيدادا جاري بقنجاو مناسبي نزانه بيد نادا كواتا دبي شاك بزاني وما النصر إلا من عند الله إشك الله إخوة بردكارا بدستي رب العالمين بدستي منوتو نيا أويل سر من بإيمان او كارب كين كا خوي پروردگار فرماني كردو بكردني بس مل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون دي قد دي سان تاكيد لسرو نيوش كان زكاه بدن جير علي پیغمبر كان عليه الصلاه والسلام بشكو رحمتان بي بكري بشكو خوي پروردگار درگاه خيرتان بوبكاتوا مل لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير وحساب ما كان كأواني بباور معجزين في الأرض يعني إخوائي ورب يتوانا وبيت صلاة كان لزويدا ناتوانا أوب كان بلكو أويك إخوائي بردقار بيبي أود بيت بيبي سساي او بي باوران ابدا هر روجك بي بس زين ددات وناشتوان هيج كان ومأواهم النار وشوين ين اقرا ولا بئس المصير كخراب ترين شوين بريتيا لا اقر خوفنا من دات يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم مش آياتي استئذان فردقارد فرميت أي أواني إيمانتان هناوة ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم با أو كسانيك خزمتكارتان عبيدتان جا خزمتكار بياوكان يا آفرتكان شي تامكن طبعا لكنيزك وكويلكان ما بستا وأمانا للايك ولا لا يشتري شو والذين لم يبلغوا الحلم منكم أو أنشك نجشتون تتمني بالغ نبون جاري با مولتان ليورجرين لكاتي هات نجور دا با مولتان ليورجرين لكاتي هات نجور دا وتا استئذان كان لدرجة بدن باشا لكيوكي ثلاث مرات سيكات لسيكات دا با مولتان ليور بقرن كاتي يكم من قبل صلاة الفجر بيش بانجي بياني بو نمونا جنو بياو لا جوري خوان خوتون استاكسي چي بالغ يا كويليك يا جاريك يكسر بچيت جورة و ببئ إذن او نابت دروز نية و عادة أو كاتكاتي أو إنسان لخو هالدستيت ونوجي بياني جلي خوي لبره خوي دقورت ولو كاتدا نبا جلي خو ونبا كاتي خو قورين بيو
بشيت جولو بسري عنده جوانيو مخصوصيه تايبت من ديتي ونابع سنور ببسين ريت. وحين تضعوا حين تضعون ثيابكم من الظهيره او كاتشكا نيورويان كاتي قيلولا هيا لا ايجدته ولا كسابدته ودواني ورود خويت لشيت جوري خوي سراحته دخوي خزاني بهمان شوا نابي لو كانت هذا لسان ببي إذن بچنا جولوا ببي وين رخصة دوار بقرن. ومن بعد صلاة العشاء ودوان ويجي عشاش بهمان شوا شكا سنة دوايا النوم بعد العشاء. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكره الحديث يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. يعني بباشي ندزاني إنسان بيج عشاء بخوي ودواء عشاء داني شيء قصب كده دواء عشاء سنة دواء إنسان بخبت ويشو بتواني بيش بعاني هسدي توا بتشعل شيء روجا كي بريكا باشا كواتا دواء نيجي عشاء ببي إذن نشي تجولي هيك كسيكو ناو مالي هيك كسيكو لبرشي چونك ثلاث عورات لكم خوي جورد فرمة ثلاث عورات الس كاتن بوأوي كإنسان تيدا يعني خوي تنهايو بجلي خوي بيتو نابد إنسان ببئزن تيدب تتجوله ولا هتكسك. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن دواي أمسكاتا نهيج تعوان اقنية كإنسان تيدب تتجوله ببئزنش بوشي طوافون عليكم بعضكم على بعض چونك لنا ومالي شي قورة داب ونمونا كري قورة يا جاريك يا كويليك او انا تيكالن لنا اكثر دين ودسن عسائيه جابو همو شو نجوريك لدرقادا نابي يعني كريتي قنجه لماله ويا بو همو شو نجوريك ولاي دايتي يا ولاي باوتي لدرقادا يعني نار حدك يا ايشكا بلام لو سيكات او سيكات اسراحتها بوي هموش تكس كاتي خوي سنوري خوي هبيت كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أبا خوي پروردگار آيات كان تنبورون دكاتوا وپروردگار زانايا وكار لجيا دزانيت چي گنجاوا وچيش گنجاوا نيبو ايوا مل. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أوي بيشو أتمن كويليك وجاريك وأومن علانيك نجشتنا حلم استاذ فرمي يعني حلم يعني تمني بالغون. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي قر من على كان جيشنا تمني بالغيتيش فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم أو أواني جبا وكو أواني بيشو هر إذن ور بقرن لوجه زياتر چي يعني لكاتكاني تريش لكاتكاني تريش في جميع الأوقات يعني. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ومشي واز أخوائي قبر بوتان روندكات وحكم كان يا ساكاني ناو مال بو استئذان خوي بردقار زانايا ودانايا كواتا سبارت بمنال دو جورا منالك كبالغ نبوة كبالغ نبوة أو تنها لو سيكات دابا إذن والبقرة فيريان كان طبعا بس منالي بچوك بچوك ناكا منالي بچوك جاوازة وهيتي لسرنية بلا منالك كا تيدقا إستا تميزي هي دزاني شدشية أو فيري آداب استئذان بكرة أو أني كبالغ بون أو كبالغ بوا كدايك دچية تجوري خوي يا باوك ده شيء تجوري خوي بالنسبة كتشوا بونمونا يا بردوام يعني ما تم درجاي داخلتوا أدب وعلى درجة بدو انجاب تجوره. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ملح. والقواعد من النساء قواعد من النساء يعني أو أفرتانيك
تواو يعني لا سوري ما كان كوتون لمن البون كوتون يعني بتمنى ان افرتاني شي بسالات شو التي لا يرجون نكاحا يعني او افرتاني كشي اوميدي تشانيا يعني بتماو باوميدي زواج نين بلا ما انا نيتي زواج جات شبه حلالي شبه غيري حلالي اشتي ولا لا لا برنامج دا نما وتازه تواو فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن او هيش تواني شان لسانيك زلكانيان بشي سروي زلكانيان دانن بلا غير متبرجات بزينه ومرجك نتشن يعني زيني شي خفي دابنن بخويان ما بس جيا يعني افرتك اوا بتمن بي لسريني نقاب كات لسريني نقاب كات و نسرني او عبايه بخوي دا بدا بشي وازه تلي شي اعتيادي لبركات و لتكي شي شبكات اگر او تندو توليي او بالا پوشي ك گنجك ديكا او جنيكا اسايه بلا ما مجي غير متبرجات بزينه نچت بونمنا خلخالو بازنو يعني ملوان كو هندي شتبكا يعني التفاتي نظربك يعني سرنجي بلان براب جشتو لو تمن عنده كومال شتكيك يعني قنجيك ديك نابي او بكريت وهي يستعففن خير لهن خو اقر بيتو اوجلا ظاهر يعنيش كلاندن او باشترا خير تربوين والله السميع العليم پروردگار بسري قسكانيانا وبناي ناخي دلو كردوكانيانا ملا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون فرد قال لما يتدو بابت من بباز دكا بابت يكم بس يودك أواني أصحاب الأعذار عزريا هيا بونمونا نابنايا بونمونا الشلا بونمونا نخوشا توانيا لسرنية كهندك أركو واجباتيا أوان نتوان بيهستن وكو جهاد بونمونا كتبه او كسي جهاد دكات شاو ساغ بيت يان سلامت بيت اعراج شلنا تواني بيكا كبشليتو نتواني الراكاتو بيتو بچه طبعا باس لو كاتيكا روبا روبو نويو شمشير وشاندنو ابوه تاواني لسرنية بوه اما حالتك حالتي كميان لم آياتا حكمي كميان كذا فرمي حرج يان لسرني وتهيش تاون بار نابن بابتي دوميان باسي نان خواردن يعني لسر اي وهيش تاوان اغنيه كنان بخون لو مالاني ك خزاني خوتاني تدا يا خوتي منال كان تاني تدا منالي اي ويا خزاني اي ويلي به هيش تاوان اغنيه كلو شونا نان بخون بو يفرموي مله ولا على أنفسكم أما حكم دوم لسر إيوه هج تاوان أقنية أن تأكلوا من بيوتكم لما لي خودنا عند أخوي لما لي باوكتان عند أخون لما لي دايكا كانتان لما لي برا كانتان لما لي خشكا كانتان لما لي بورا كانتان كخشتي باوكا لما لي بورا كانتان ديسان كخشتي دايكا لما لي ماما كانتان وما لي بورا كانتان أو بيوتي أخوالكم أو بيوتي خالاتكم ديسا مال خالو مال بوريش أو ما ملكتم مفاتحه يان أو ما ليك إيوا كلي لكي دراو بإيوا بو إيوا جيهل دراو كإيوا بيبارزن
أسايا ليونان بخويت أو صديقكم يا مالي برادرت ليس عليكم برادر كانتان ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا هيج تاوانتان لسرنية كيوا بكوملنان بخون يا أشتاتن تاك تاجيجنان بخون أسايا هيج تاوانيقنيان شكا لا سردمي جاهلية دا كومل قوانين ومجدان درابو آية بتنها دروس إنسانان بخوا يا دروس نيا بهر حال همو دروس تو إنسان شون أرزوي لبيت بجماعينان بخوي بتنها نان بخوي آسايا بلام قماني تيدانيا بركتي نان دو داكا ما تكاثرت عليه الأيدي دستي زوري بودريج بكري بركتي تيدانيا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم كتشونا مالكوا كسي تيدانبو سلموا على أنفسكم يعني سلام لخوتام كان يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو كاتم ملائكة ولام تانددنوا أي كسي تيدابو أو السلام لو عندك أنا السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة كما سلامك كوت السلام عليكم للاين خواويا أو سلامة يدبودي وبرخير وبركة وباشا كذلك يبين الله لكم الآيات بمشي وازا خواهي فروردقار آيات كانتان بو رون دكاتوا بوشي لعلكم تعقلون بشكو تيبغن كبوتان رون كرايوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ملح. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمان داران تشين أهانا إيمان ينبخوا ببيغمبركيه ناوى آشا تشيتر وإذا كانوا معه على أمر جامع أجر هاتوا لقلب في غمري خو عليه الصلاة والسلام كوبوا نوا لسرشتيتي عام مصلحتي مسلمان إشي جورا كاتق لو كوبوا نوا جورانا ذا لقلب في غمبر ذبن عليه الصلاة والسلام لم يذهبوا حتى يستأذنوا ناشن في غمبر جيبه ألان عليه الصلاة والسلام تاوكو مولاتي ليوردقرن تاوكو مولاتي ليوردقرن يعني بابتك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خلتي كوكر دوتوا كساني كوكر دوتوا ونمونا راويجيان في ذكات وشاورهم في الأمر قسيان بودكات ناكد تولخوتو يكسر برويتو بأوي إذني ليوردقرن أما جوانية إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله أوانيك مولاتي ليوردقرن أوانا كإيمانيا بخوا ببيغمبرها عليه الصلاة والسلام دي قد يتشنترسناك كواتا أوي مولات اللي ورناقري كأنما لإيمانك إذا خللها فإذا استأذنوك لبعض شأنهم جاك مول هد هركسي كان مولاتي اللي ورقرتي بو هندي لإيشو كاري خويان بولنا دفرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام رخصتها من بروم إيشيكم هي فأذن لمن شئت منهم هو مولات بدأ أوي ك ما بسته مولاتي بدي واستغفر لهم الله داولي خرجوني أبو بكر أخوي برودجار إن الله غفور رحيم براستي أخوي برودجار تاولي بردية وبرحم بزية أما يتفري أدبي جوان من ذاك أبرا كانوا كلا قالكم الله كسبه كون يعني حتى على درس أو كملازم يدرس أو بابندي درس يعني جوان وهذا برز كاتو من درم نك بخراج ولاج ديت تجوري ده شدري ديت تجوري ده شدري يعني هيبتي اشتكان هبي جوان ترى باشترى إن شاء الله بلهم معناه أونية كدلين استئذان هبي يعني إذن ندري أو تفرمي فأذن لمن شئت منهم أسأية بس جوان ترى ورئيس دار ترى ماله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعض بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني بانكردن تان بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام وكو بانكردني يكتري لي مكان يو بانجي يكتر دكن يا أبا بكر يا عمر يا علي يا زيد يا عمر آسايا بس مالا يا محمد نا يعني بناوي شي زور مفخم ورزداران أو بانجيك يا نبي الله يا رسول الله أبا يعني خصوصيتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تايبتا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا خوي بيرودغار دزاني وآقادار أواني لنو إيودا ببي مولات لبناي خلچيوا لوادا لبناي يكتروا لبرج يكتروا بتزيد سنة دروا يعني آوا ديك نام بينها دهات دروا يتسلل ديت دروا زور بهواشيو بدزيو درويش في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لمزقوته لكاتي خطبة دانا بولمونا ديود نام بيني هل استاو بدزيو درويش تدروا خواهي قور دفرمي خواهي قور أوانا دبينيت دان بيني كأوا بدزيو ديت دروا لا پناي كسي اشتر دابوين بين ري دچه تدروا أوا نابت جوان نية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أوانيك مخالفي أمري في عمر دكان عليه الصلاة والسلام باو ريابا لشي لويك أن تصيبهم فتنة فتنة كان تجبه لدنيا دا تشي بلايك بين تشي تاقر نويك بين كقرز بيت أو يصيبهم عذاب أليم يان سزايكي بأيش يان تجبه لدوارج دا فتنة لدنيا دا كقمرابوني بدوابه فناب أخوة قولا كواتاتي قد ينام آيات برا كان مخالفي أمري بيغمبر عليه الصلاة والسلام عاقبتكي تشي مخالفي أمري بيغمبر عليه الصلاة والسلام عاقبتكي يا فتنة لدنيا يا سزايكي بإيش وأزال لشولة دوار رجدة مل. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. مل. أكادار بن ك همو اوشتي لأسمان وزويدة ملشي خواي قوريه وخلقي خواي قوريه وعبدي خواي قوريه وبروردقار چاك دزاني اوي ايوي لسرن خلچينا لإيمان وراستيتي لقال خواه يا لنفاق ودرو لقال خواه پیغمبر عليه الصلاة والسلام ويوم لو رجر داك يرجعون إليه دقرين رين ولاي خواي قوريه فينبئهم بما عملوا كبروردقار پیان ده فرمه چی تان کردو چی تان نکردو خواه گوره اوش ده زانت او روشش ده زانت که ده گره نون لای و حوالتان پیده ده تو که ایوه راست تان کرد لگل خواه نفاق تان کرد والله بی کلی شهن علیم چون که خواه گوره به هموش تک زانه یا مال الحمدلله توبیان صلی اللہ و سلم یا